عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء. هنعمل النهاردة حاجة كده عشاء أو فطار، ممكن أنا عن نفسي ممكن تمشي غدا. هنعمل قرص عجة بطاطس، هنعمل قرص صغنون كده عجة البطاطس. اللي هياكل دهوت ده فرد فرد دلوقتي، واحد مثلا هيتعشى بده أو هيفطر أو كده. طبعا كل ما زاد عدد الأفراد كل ما زودتي الكمية. أنا عندي هنا بطاطساية واحدة مقطعاها وحطاها في المية اهي. بس بصي انا مقطعاها قد ايه، عشان انا لا هسلقها ولا هحمرها، انا هعملها زي ما هي نيه كده. يعني انا هحطها كده اهي، بصي اهي مقطعاها رفيعه زي ما انت شايفه كده معايا اهي. دي بطاطايه كامله. عندي هنا بصلايه صغيره متقطعه صغيره قوي، وعندي هنا عندي بيضتين عشان ده هيبقى قرص صغير، فعندي بيضتين. عندي قطعة شطة أو فلفل ألوان أو فلفل رومي زي ما انت عايزة. عندي ملح، فلفل أسود، رشة صغيرة كزبرة بودر، وأنا بحب البابريكا لأن كلها فوايد. حطيت معلقة صغيرة بابريكا، وحطيت نص معلقة صغيرة كركم. يبقى عندي بطاطس، بصل، بيض، قطعة شطة أو فلفل، ملح، فلفل اسود، كزبره بودر، رشه صغيره كركم، بابريكا، ونقطه الزيت او معلقه الزيت اللي احنا هنعمل بيها. نروح بقى على البوتاجاز. انا هنا حطيت معلقه الزيت. هنزل هنا بالبصلايه بتاعتي كده اهو، هاخدها يدوب يدوب لفه صغيره كده بس، لفه صغيره بس. هنزل عليها بالبطاطس وهقلبها معاها كده. كده يا دوب هنقلب تقليبة صغيرة كده، وهفردها كده وهغطيها. مش هحط اي توابل عليها، وهسيبها 10 دقايق. هوطي عليها النار وهسيبها كده 10 دقايق علشان البطاطس بتاعتي تستوي. هضيف قطعة الشطة أو الفلفل اللي أنا كنت مقطعاها عشان تاخد طعم البطاطس والبطاطس تاخد طعمها. هضيف التوابل بتاعتي، كركم والبابريكا أهما هضيفهم. هضيف الملح والفلفل الأسود ورشة الكزبرة وهقلب. أنا خلاص أهيت زي ما انتوا شايفين، وربيت البيض بتاعي أهو. أجي البيض، ادي البطين اهمت انا ربيتهم، هنزل بيهم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. زي هوريها لحضراتكم اهي، زي ما احنا شايفين كده جميله ولونها جميل علشان الكركم والبابريكا. كل اللي انا هعمله انا هغطيها وهسيبها 7 دقايق كمان علشان البيض يستوي كله، وبعد كده هطلعها في الطبق هغرفها وهوريها لكم. ممكن تعملوها بسمنه، ممكن تعملوها بزيت، ممكن تعملوها بزبده، زي ما انتوا طبعا عايزين. دي حاجه ترجع لكم انتوا، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم، وانا مستنيه تعليقاتكم. سلام عليكم.